السنه دي بيمر 50 سنة على رحيل عميد الادب العربي طه حسين. بيت الشعر العربي عمل ندوه ثقافيه دسمه عظيمه، كفايه اقول لكم انه كان فيها الشاعر الكبير العظيم احمد عبد المعطي حجازي، ونقاد ودارسين ومحبين لطه حسين، حاجه ما يعملهاش غير بيت الشعر العربي. والحقيقه انه ندوه ثقافيه كما يقول الكتاب، يعني تقعد فيها كده تحس ان انت دخلت 3-4 محاضرات عظام عن طه حسين، عن دوره في الادب والاجتماع والترجمه والروايه، شيء يليق بعميد الادب العظيم طه حسين. أبو العلاء كان هو الموضوع الذي اختاره طه حسين بشجاعة وجرأة ومعرفة لردود الفعل ليكتب فيه رسالته التي حصل بها على الدكتوراه والتي أهلته لكي يواصل في باريس في السوربون. ذهب إلى السوربون وعاد لا ليستقر أو ليهدأ أو ليرضى ويكتفي، وإنما عاد ليشعل هذه النار المقدسة التي أشعلها يحيي فيها العقل ويدعو لمراجعة كل ما نعرفه عن تاريخنا. أقول إن صدق من قال إن ذلك العهد في ذلك الزمان، يعني منذ 1914 إلى ما بعدها حتى وقتنا هذا، نستطيع أن نقول إننا في عصر طه حسين، لأنه أثر في الحياة الأدبية وأثر في الناحية التعليمية ووضع أسسا للارتقاء بالتعليم والارتقاء بمدرس المرحلة الابتدائية وإلى آخر الأمور المتصلة بالعملية التعليمية. هي طبعا ندوة مهمة جدا، لأن الدكتور طه حسين هو يعني باعث التنوير في مصر، والحقيقة أنا في متحفه منذ 23 عاما، فالتصقت بكل ما يخص من كتب ومن ما كان يقوم به من الصالون الثقافي اللي كان بيقوم به، والحقيقة يعني كان يعد في عصره هو أيقونة المفروض أنها تتخذ نموذج حتى وقتنا هذا. الدكتور طه حسين علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث والمعاصر، ومحطة مهمة جدا في تاريخ التنوير والتجديد في مصر. ومرور 50 سنة على وفاته حدث مهم جدا، لأن طه حسين من أصحاب العقول اللي تركت تأثيرها في التاريخ والأدب والفكر والثقافة والعمل العام كوزير، وهو نموذج للمثقف اللي بيؤدي دور وطني ودور سياسي لخدمة أمته ودولته. أيام وراء أيام، سنين بعد سنين، ويظل الشكر دين في عنقنا لطه حسين. لما تسمى عميد الأدب العربي لم تكن مجاملة أو مبالغة.
طه حسين له أيادي بيضاء على كل بيت في العالم العربي، مش بس في مضمار الأدب واللغة ولكن في مضمار التعليم. أيادي طه حسين البيضاء على العالم العربي تستحق أن يظل يشكر حتى بعد مرور 50 سنة على وفاته. الشكر لطه حسين والشكر لبيت الشعر العربي اللي أحيا مرور 50 سنة على وفاته. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.